الحين يا ريت ما تنسوا الاشتراك بالقناة وشير واللايك والسبسكرايب حتى يصل المعلومة المفيدة لأكبر عدد من الناس نفيدهم. موضوع عن حلقتنا اليوم كيف نعزز الجهاز المناعة تبعنا حتى نواجه الميكروبات الجراثيم البكتيريا وحتى الفيروسات. هلا طبعا نحن كنا بنعرف انه حتى جهاز المناعة يصير عندنا بأحسن حالاته بأقوى حالاته فلا بد انه نحن أول شيء نحصل على الراحة تقريبا ثمان آه، ساعات نوم هي مفيده جدا لجهاز المناعه اثنين آه، آه، لازم ما نكون متوترين ما في قلق ما في عصبيه كمان خفف القلق والتوتر والعصبيه كمان مفيدين لجهاز المناعه آه، ثلاثه آه، مثلا لازم نشرب مي كثير كمان مفيده لغسل السموم وطردها من من الجسم كمان هذا مفيد لجهاز المناعه تقريبا تسع ساعات ثمانيه لتسع كاسات مي آه، اربعه لازم مثلا نمتنع عن التدخين لانه هو ضار بالجهاز ونمتنع عن المشروبات الكحوليه او المشروبات الغازيه اللي هي الكولا وغيرها، لانه كمان هي مضره بالمعده، فدائما لازم نكون مهيئين جسمنا باحسن حالاته ليواجه اي ميكروبات او فيروسات وغيرها. طبعا كلياتنا بنعرف انه رقم واحد الفيروسات هي ليس لها دواء، ولكن نحن بنعزز الجهاز المناعي ليواجهها. وهذا هذا هو هدف الحلقه تبعنا اليوم فهو افضل افضل اغذيه من اجل المضادات الحيويه او مضادات الفيروسات او تحسن جهاز المناعي هو البصل والثوم هدول رقم واحد هن مضادات بكتيريا مضادات بكتيريا مضادات فيروسات بينزلوا الضغط وبيعالجوا المفاصل هلا رقم اثنين نجي على العسل بانواعه لكن افضلهم هو عسل المانوكا هو مضاد حيوي عالي جدا يعني غني جدا بالمضادات الحيويه فبيحسن الجهاز المناعي وحتى هو مضاد ربو كمان بخفف ربو نزله عندنا الزنجبيل اذا شربناه كل يوم الصبح اذا حليناه كمان مع العسل بيكون مفيد جدا هو كمان بيوقي من نزلات البرد واعراض نزلات البرد عندك اليانسون والبابونج اليانسون كمان مفيد جدا بيخفف من السعال والبلغم وبيخفف من نزلات البرد طبعا ما بنشرب اكثر من كاسه لكاستين باليوم من اليانسون والبابونج كمان مفيد جدا للجهاز الهضمي بحسنه آه، عندنا كمان إذا بناخذ كمان القرفة كمان بتخفف من نزلات البرد وبتعالج ال... وبتحسن الجهاز المناعي، القرنفل كمان مفيد جدا، آه، عندنا كمان الحلبة وحبة البركة إذا طبحنا طحننا حبة البركة وأخذناها ب... مع الحليب تبعنا كمان ممتازة جدا آه، بت... بتزيد المناعة تبعنا الحلبة، عندنا كمان لازم ناخذ طبعا ننسى إنه ناخذ فيتامين سي بكميات كبيرة وهو موجود فيتامين سي كمان ب... بالحمضيات جريب فروت، الطماطم، البندورة، الفلفل الاحمر الفلفل الاخضر والبرتقال كمان والحمض والليمون هو مفيد جدا وبيعزز الجهاز المناعي تبعنا عندنا الفلفل الاحمر كمان مفيد جدا بيعزز الجهاز المناعي بس انه بنحط كميات خفيفه بالاكل تبعنا لانه حد في ناس ما بتتحمله عندنا الكمون كمان اذا غليناه باكلنا او شربنا ليمون وكمون مع بعضهم مع بعضهم بكوب بيكون كمان مفيد بيزيدنا الحديد الكمون وبيقضي على الميكروبات عندنا الكركم كمان مفيد للروماتيزم والزعفران كمان اذا اخذناه كمان بينزل درجه حراره الجسم وبيوقي من نزلات البرد طبعا نأخده بطبخنا بي خلطه اذا خلطنا مثل اللبن العيران مع الثوم وشويه ليمون ومع ملح شويه ملح كمان هي مفيده جدا مضاد حيوي عالي غني جدا او ممكن ناخذ الليمون والعسل وشويه توم كمان كمان هذا مضاد حيوي ثاني اذا بدنا اياه طبعا برجع بقول لابد من الراحه وما يكون في وما يكون عندنا قلق او 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 عصبيه حتى يكون الجهاز المناعي باحسن حالاته وشرب الماء زائد هال الاغذيه اللي ذكرتها هدول كمان بيزيدونا جهاز المناعه بمواجهه اي فيروس اي مايكروب اي بكتيريا هدول مضادات حيويه هلا معظم الادويه تركيباتها من هدول في كمان بضيف عليهم عصير الجوافه كمان مفيد جدا كمضاد حيوي كمان عصير الجوافه آه هذا كان كل شيء عندي عن الجهاز المناعي وكيف نحسنه آه لا تنسونا من تنسوا الاشتراك بالقناه والشير واللايك والسبسكرايب ليصل المعلومات المفيده لاكبر عدد من الناس ومفيدون والسلام عليكم